يمكن معانا اتصال، معانا مكالمه هاتفيه مهمه جدا جدا من كابتن وائل جمعه المدافع الاسطوري لمنتخب مصر. ويمكن كابتن وائل جمعه حصل على كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر سنه 2006 2008 2010، حصل على الدوري المصري مع النادي الاهلي 8 مرات، كاس مصر 3 مرات، دوري ابطال افريقيا 6 مرات، كاس السوبر الافريقي 6 مرات، كاس السوبر المصري 7 مرات، اخذ برونزيه كاس العالم باليابان 2006 مع النادي الاهلي. المدافع يعتبر واحد من افضل المدافعين، اذا لم يكن انا من وجهه نظري الشخصيه ان هو افضل مدافع في القرن الافريقي الحديث، كابتن وائل جمعه مدافع النادي الاهلي السابق ومدافع منتخب مصر. اهلا بيك. مساء الخير يا دكتور احمد، ازيك؟ الحمد لله تمام. وعايز بتفكرني بالتاريخ الحلو ولا بتزعل الناس على غيابي؟ لا حضرتك يعني بتشرفنا اكيد، وده بيتك قناه النادي الاهلي وتنورنا، وبنسعد يعني اكيد شرف لينا ان حضرتك تعمل معانا مداخله. وعايز في الاول بس اخد يعني راي حضرتك، ايه هو شعورك ومصر بتنظم كاس الامم الافريقيه، وايه الفرق ما بين يعني البطوله دي وبطوله 2006 بما ان انت حضرتك كنت موجود في بطوله 2006؟ يعني طبعا الواحد فخور جدا جدا ان مصر بتنظم حدث كبير زي كاس الامم الافريقيه في التوقيت اللي احنا فيه ده. مصر محتاجه البطوله دي جدا 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 رياضيا واقتصاديا وكل شيء بصراحه. فرصه مناسبه جدا لان احنا نشوف مصر والناس تثق وترجع تاني تثق في مصر، ونقول للناس دي مصر اللي بتسمعوا عنها واللي بتشوفوها وفيها كل حاجه حلوه. فاعتقد فرصه جميله جدا وفرصه ممتازه للعالم كله ان يعرف يعني ايه مصر. بطوله فيها لاعبين على مستوى كبير جدا بيلعبوا اعلى المستويات واعلى الانديه الاوروبيه، وفيها تصعيد كبير جدا 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 لينا ان شاء الله. الشكل يخرج بشكل كبير ويليه اسم وسمعه مصر باذن الله، ونعمل حاجه تشرف مصر وتتكلل الجهود كلها بفوز مصر بالبطوله. احنا معانا بعض اللقطات طبعا لكابتن وائل على الشاشه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. عايز برضو اخد راي حضرتك في مباراه النهارده الافتتاح، حضرتك شايف المباراه هتبقى عامله ازاي؟ والله المباراه صعبه طبعا كعاده البطوله وعاده المباراه الافتتاحيه، الضغط كبير جدا على اللاعبين، اول مره من سنين طويله يحضر 80,000 او 90,000 في استاد القاهره واللاعبين دول يلعبوا قدام الجمهور ده. يمكن حصلت في الفتره اللي فاتت قدام الكونغو في مباراه كاس العالم، انما كان في برج العرب استاد القاهره ليه رهبه كبيره جدا وليه احساس مختلف تماما. اغلب اللاعبين دول ما لعبوش قدام الجمهور ده، ومباراه افتتاحيه الدنيا كلها بتتابعها واهتمام كبير جدا على اعلى المستويات، بدايه من رئيس الجمهوريه حاضر وامور كبيره جدا في هتحصل في المباراه. فيعني الضغط كبير جدا طبعا. منتخب الزيمبابوي عارفين وعارفين امكانياته بشكل كويس، هيلعب على نقطه قوته اللي ممكن ظروف المباراه تساعده فيها وهي الهجمات المرتده. منتخب قوي جدا في الهجمات المرتده، مطلوب الحذر جدا النهارده من لاعبتنا بالذات في الدفاع ونص الملعب الارتكاز. فيعني المباراه مش سهله ابدا على لاعبتنا النهارده، لازم ندخل بكل قوه ان شاء الله نسجل هدف يريح الدنيا ويريح اللاعبين كلهم ان شاء الله. طب حضرتك شايف ازاي خط دفاع منتخب مصر، خاصه ان يمكن خافير اجيري مختلف شويه عن هيكتور كوبر، ان خافير اجيري بيلعب دفاع متقدم ضغط عالي عكس هيكتور كوبر بيلعب دفاع منخفض، فهل نوعا ما احنا هنحتاج مثلا مدافعين عندهم سرعات، ولا الثنائيه بتاعت احمد حجازي وبهر المحمدي، ولا احمد حجازي ومحمود علاء؟ حضرتك شايف انهي الانسب؟ والله دي نقطه من الحاجات برضو المحيره اللغط، انما انا بعذر الراجل بصراحه، بعذر الراجل في المستوى الفني للاعبين اللي موجودين في خط الدفاع باستثناء طبعا، انما سوء لبعض المدافعين اللي موجودين، عدم ثباتهم على مستوى جيد خلى الراجل مش عارف باثنين لاعبين دايما المباريات يلعبوا فيها. يعني انت بتلعب تتكلم على المباراه بعد ساعه، ولغايه دلوقتي الناس متشككه في بعض العناصر في المنتخب. انا مش هتكلم على الدفاع بس، انا هتكلم على الدفاع وعلى نص الملعب وعلى المهاجم وعلى حراسه المرمى، اربع مراكز مهمين جدا 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 يا دكتور احمد كعاده الفرق. انما كان لازم ندخل البطوله دي من قبليها بفتره، اللعيبه عارفه مين هيلعب، التشكيل والقوام الاساسي معروف. انما ان انت تدخل قبل البطوله بالنقص العددي، مش بنقص عددي، بعدم ثبات التشكيل، دي نقطه ممكن تقلقنا بصراحه في البطوله. انما كلنا ثقه في دعم الجمهور واصرار وحماس اللاعبين اللي هيلعبوا،
انه يعوض اي تقصير في مركز من المراكز. انما بالنسبه لي انا حجازي طبعا هو الاساس في خط الدفاع كله. محمدي مع ايمن اشرف هيبقى موجود في الظهير الشمال. السيرد باك الثاني بصراحه انا يعني متشكك. لو شفت الاداء في المباريات الوديه بتاع ماهر المحمدي ومحمود علاء يمكن هتستغرب ان اقول لك الونش افضل من الاثنين في الناحيه الدفاعيه. هو عيبه بعض التهور انما هو مدافع وحاضر وسريع وعنده السرعه. يعني لغايه دلوقتي احنا طبعا كلنا هنساند الاختيار اللي هيختاره اجيري ان هو المسؤول وهو اللي مع اللاعبين وهو اللي بيشوف اللاعبين في التدريبات وبيشوف مين اللاعب اللي مركز اكتر. فانما الاختيار الاخير اكيد هيكون هو. هل ممكن محمود علاء مثلا عشان نقطه الضربات الركنيه بيطلع بضربات راسه من هدافين الدوري المصري؟ احنا بنتكلم على مدافع يا دكتور، بنتكلم على مدافع. انا مدافع، انا عايز واحد يحمي لي الهجوم. انا بتكلم على طريقه لعب اجير دفاع هجومي وضغطي. انا محتاج مدافع مش محتاج واحد يكون بيسجل، دي نقطه ثانويه. انما المدافع 100% من شغله شغل دفاعي، انه يعرف يدافع ويعرف يسجل كويس ويعرف يقطع كويس. هيبقى فيه مساحات كبيره، لازم لاعب ما يكونش متهور في الدخول بتاعه، قراراته سليمه. يعني المهمة صعبة جدا عليهم النهارده. طبعا قوة نص الملعب النهارده هتخفف كتير، خاصة ان انت بتلعب قدام منتخب زيمبابوي قلنا اقوى عناصر فيه هم الرباعي اللي في خط الهجوم، المهاجم السابق ثم الثلاثة اللي تحت المهاجم. لاعبين متحركين، لاعبين نشيطين، عندهم الخبرة، بيلعبوا مع بعض. انا اتفرجت على مباريات ليهم بيلعبوا مع بعض من 2017 بشكل دائم وثابت. لاعبين عندهم الخبره، كما بليات لاعب معروف جدا للكره المصريه ولعب قدامنا كتير، لاعب خطير جدا جدا، خاصه انه هيشتغل في الجبهه اللي فيها المحمدي. فده ممكن يعني يسبب لنا مشاكل. نص الملعب هيبقى عليه دور كبير جدا طارق حامد النهارده في الارتكاز، بيقف بشكل كويس يغطي بالمساحات اللي هتبقى موجوده في حاله الدفاع المحمدي. فده يعني ابرز الحاجات النهارده. طب في احصائيه يمكن معانا، ازاي منتخب او كيف سجل منتخب زيمبابوي 9 اهداف في تصفيات كاس الامم؟ كان من ال9 اهداف 4 اهداف كرات عرضيه من الجبهه اليمنى بنسبه 44% من الاهداف. تعليق حضرتك ازاي يعني نواجه ال ده يؤكد خطوره الاجنحه اللي عند المنتخب الزيمبابوي. الجبهه اليمنى اللي فيها لاعب مصنوع، لاعب خطير، لاعب خطير جدا ولاعب عنده خبره ولاعب هو مفتاح الهجمات كلها. وفيها كمان الظهير الايمن اللي هو داريكوا بيلعب في نوتنغهام فورست الانجليزي. انا بقول لك يعني الجبهه اليمنى للفريق اللي هي هيبقى متواجد فيها بشكل اساسي ايمن اشرف، بيساعده فيها تريزيجيه ولاعب الارتكاز الثاني اللي في نص الملعب. فدي النقطه المهمه في طريقه لعب المنتخب الزيمبابوي. طب اخر سؤال، توقعات حضرتك لتشكيل منتخب مصر اليوم ومين ممكن يكون مفتاح الفوز ان شاء الله؟ غالبا طبعا في وجود محمد صلاح وتريزيجيه وهم اللي هيلعبوا الدور الكبير. صلاح بالثقل اللي بيضافه للفريق بشكل واضح في ادائه واداء زملائه في المنتخب دكتور احمد. تريزيجيه مع التطور اللي حصل في ادائه، انما انا شفت ان تريزيجيه لسه محتاج بعض النضج في ادائه، لان تريزيجيه بيعيبه اتخاذ بعض القرارات الغلط في وقت غير مناسب. ما حدش ينكر التطور اللي حصل في مستوى تريزيجيه والسرعه ونقل الفريق للناحيه الهجوميه كعامل مساعد مع محمد صلاح. يعني المفتاح النهارده لفريقنا هو التسديد من خارج منطقه الجزاء والكرات العرضيه اللي بيجدها المحمدي وممكن ايمن اشرف الناحيه الثانيه. خطورة المنتخب المصري في الأطراف وفي صلاح وتريزيجيه زي ما قلنا ونقطة ضعف المنتخب الزيمبابوي في الأطراف، الظهيرين بتوعهم دفاعيا ممكن يكونوا بتمركزوا غلط، فممكن التسديد مع الكرات العرضية تكون الحلول للمنتخب إن شاء الله النهارده. بالنسبة للتشكيل حضرتك رأيك في الثنائية وسط الملعب، النني وطارق حامد ولا مثلا دونجا وطارق حامد؟ يعني لو هنلعب 4-2-3-1 النني وطارق حامد هم الأفضل طبعا. النني بالخبرة اللي عنده يمكن هو ما بيشاركش مع الأرسنال انما عنصر من العناصر القديمه في المنتخب ويعني بيلعب برضه بريتم عالي حتى لو بيتمرن مع الارسنال، انما يبقى من عناصر الخبره اللي موجوده في المنتخب. لاعب محترف في نادي كبير
بيبحث عن انه دايما يشارك، فاكيد اكيد عنده فرصه كويسه جدا انه يبين نفسه مره ثانيه في يبين نفسه ويستمر في ريتم عالي من الاداء. فاشوف ان هو وطارق حامد هم الافضل في نص الملعب. شكرا، بالتوفيق طبعا لمنتخب مصر، وشكرا يا كابتن وائل، وتنورنا ان شاء الله في حلقات تانية في خلال البطوله الافريقيه. يمكن احنا عرضنا دلوقتي